في البيت الأكبر. دماء على الثوب الأبيض، الأحلام المرعبة، أشباح الظلام. هل ترى يا أستاذ أن هذه الأسماء مناسبة لقصص الأطفال؟ إن طفل العصر وطفل الأقمار الصناعية والقنوات الفضائية والفيديو يحتاج منا أن نجذبه، وإلا انصرف عنا. نعم أنا معك، يحتاج إلى ما يجذبه وليس إلى ما يرعبه وإن كان جذاباً. قبل أن نختلف على أسماء القصص، يجب أولاً أن تقرأ القصص الثلاث لأعرف رأيك في مضمونها، ثم بعد ذلك نناقش العناوين. سأقرأها، ولكن ما أخشى أن تكون العناوين معبرة عن موضوعات القصص. أرجو ألا نسبق الأحداث. ليكن، ولكني لن أقرأها قبل 5 أيام، لأنني سأكون في مهمة خارج البلاد في مؤتمر يخص الطفل، وسأكون مشغولة جدا. سأقرأها عند عودتي. لا مانع، أنتظر أن تتصلي بي فور وصولك بالسلامة. إن شاء الله. في أمان الله. مع السلامة. وما إن عاد البلبل الطائر إلى العش، حتى فرح كل البلابل بعودته وعادوا يغردون، ونسمع من تغريدهم لحن الفرح والعودة. ما شاء الله، ما أجمل نهاية هذه القصة، ونحن بالفعل نفرح بعودة الغائب منا، كما سنفرح بعودة أمي من سفرها بالسلامة إن شاء الله. أعيدي هذه القصة إلى المكتبة واختاري بدلا منها قصة جديدة لأقرأها لك غدا. مع أني كنت أتمنى أن تقريها لي مرة ثانية. لقد تذكرت، قالت لي أمي بالأمس وقبل أن تسافر، تركت لك قصصا جديدة فوق مكتبي، اختاري منها ما يعجبك وقرأيها. أحلام مرعبة، دماء على الثوب الأبيض، أشباح الظلام. ما هذه القصص؟ إنها غير مطبوعة وأسماؤها غريبة. وظلت تلك الأحلام المرعبة تطارد الطفلة ياسمين، وضربت القطة على رأسها فقتلتها. إن الثوب الأبيض الذي كان ملائكياً على الطفل تاج الدين تحول إلى شكل شيطاني مفزع،
وذلك حين تلاطخ طغى بالدماء، ومنذ ذلك اليوم ولدك الثوب الأبيض. هذه هي القصة الثالثة لنفس الكاتب. أشباح الظلام لن أقرأها، ويكفي ما نلناه من القصتين السابقتين. أعيديها يا فاطمة ولا تترددي، فمن الخطأ أن نقرأ مثل هذه القصة المرعبة. لا يعجب أمي هذا، واختاري بدلا منها قصة أخرى لأقرأها لك غدا. فاطمة، ها؟ لا شيء، لا شيء، لا شيء. أشباح الظلام؟ يا أهل الدار، يا أهل الدار. أبي، لماذا لم تخبرنا بذهابك لاستقبال أمي كي نكون معك لاستقبالها؟ حتى لا أفسد عليكم حلاوة المفاجأة. وما أجملها من مفاجأة. ها هي أمكم قد عادت. الحمد لله. قد افتقدناك يا أمي. وأنا أيضا يا حبيبي، ولكن ما هون علي البعد هو أن المؤتمر من أجل الأطفال أمثالكم. مؤتمر؟ نعم يا فاطمة. وما دام الأمر كذلك، كان يجب عليك أن تتوقفي بعد قراءة القصة الأولى. لقد ألحت علي فاطمة كثيرا لقراءتها، وأنا أيضا تصورت أن القصة الثانية ستكون مختلفة عن القصة الأولى، وحين اكتشفت أن أسلوب الكاتب واحد رفضت أن أقرأ القصة الثالثة. على كل، لقد وقعتما في خطأ قراءة أوراق مكتوبة بخط اليد وموضوعة على مكتبي، أي إنها تعتبر من ضمن أوراقي الخاصة، ولم أصرح لكم بقراءتها. نعم يا أمي، أنا أعترف بهذا الخطأ وأعتذر عنه. وأنا كذلك يا أمي. وقد قبلت اعتذاركما على ألا يتكرر هذا مرة أخرى. لا لا، لن يتكرر. ولكن يا أمي، هل وافقتي على نشر هذه القصص؟ لا لا لا، لم أقرأها بعد، ولكني سأقرأها لأناقش كاتبها عن دراية وموضوعية.
أمي أمي فاطمة أمي 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 أين أمي 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 أين أمي يا أستاذ؟ إن هذه الكتب التي تكتبها لو نشرناها لتركت أثراً خطيراً في الأطفال الذين يقرؤونها. ولماذا؟ لأنها تتعرض إلى قصص الجان والأشباح وما إلى ذلك من الأشياء المرعبة التي لا تتناسب ونفسية الطفل في مثل هذا السن والذي تستهدفه مجلتنا. ولكن يا سيدتي أقرأ في المجلات الأجنبية للأطفال. يا أستاذ نحن لنا خصوصيتنا وقيمنا التي تختلف عن غيرنا والتي يجب أن نراعيها ونحن نكتب للأطفال. ثم إنك في بعض قصصك تعرضت لجرائم قتل. نعم ولكن القاتل في النهاية يأخذ جزاءه. لكنك تتعرض لجريمة القتل بالتفصيل مما يجعل أثرها في نفس القارئ أكبر من عقاب القاتل، فالعقاب ينسى بينما تفاصيل الجريمة تبقى. قصص الأطفال يا أستاذ يجب أن تنمي الذكاء عند الأطفال بعيدا عن القتل وسفك الدماء والأشباح والجان. أنا أعترف بموهبتك الفنية في الكتابة ولكن يخونك الهدف والمضمون، لذلك أنا أعتذر عن قبول قصصك في مجلتنا. مادام هذا غرارك فأنا لي غراري أيضا، سأنشر هذه القصص حتى لو على حسابي الخاص. عليك وحدك تقع المسؤولية أمام الله. تقوم في الليل فزعة مرة أو مرتين. ولماذا لم تخبريني بهذا من قبل؟ في كل مرة كنت أظن أنه حلم سيء لن يعودها مرة أخرى. ماذا بك يا حبيبتي؟ أنا أرى أن نعرضها على طبيب نفسي ليعالجها من تلك الحالة المرضية. أنا أرى أنها لم تصل لأن تكون حالة مرضية، إنها مجرد أحلام مفزعة قد نتعرض لها من جراء مشاهداتنا أو سماعنا لأحداث مفزعة. ومن أين أتت تلك الأحداث المفزعة لفاطمة؟ من القصص التي قرأتها في أثناء غيابي، وأعتقد أنه بمرور الوقت وخروجها للتنزه سيزول هذا الأثر كله. وما المانع أن نأخذها إلى الطبيب غدا، خاصة أن الأولاد في إجازة؟ هذا ما قررته، وسأبدأ إجازة من المجلة اعتبارا من الغد لإنجاز تلك المهمة. وأنا معك. لا لا، من الأفضل في البداية أن أكون معها بمفردي. حسنا لا بأس. نشيدي
حبي أنت نشيدي عيدك عيدي ماما. نوم هادئ مليء بالأمل بإذن الله لنستقبل يوما جميلا مشرقا مليئا بالأمل. نامي يا حبيبتي، نامي. أم عمر، منذ أن عدت اليوم وأنا أراك مهمومة، أما زلت تفكرين بتلك القصص التي نشرها مؤلفها؟ لا لا لا، إنه أمر ليس بهين يا عبد الرحمن. إن الكاتب ضمير أمته، ويجب أن يكون أول الخائفين عليها، العاملين على مصلحة أبنائها. وماذا كان بإمكانك أن تفعلي أكثر مما فعلت معه؟ وهل باستطاعتك أن تمنعي هذا الطفل أو غيره من شراء هذه القصص؟ لن أقف مكتوفة الأيدي أمام هذا العبث. سأناقش الموضوع مع مجموعة من المختصين والأدباء وعلماء النفس ليوضحوا لأطفالنا مدى خطورة وضرر قراءة تلك القصص. نعم الرأي رأيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لقد رأيت قصصك منشورة ومعروضة بالأسواق. لم تعد معروضة في أي مكان. لما؟ هل بيعت كل نسخها؟ لا، بل سحبتها جميعا. سحبتها؟ لا. أمعقول هذا؟ ويا ليتني أستطيع أن أستعيد النسخ التي اشتراها بعض الأطفال قبل اتخاذ قراري هذا. وما الذي جعلك تتخذ مثل هذا القرار؟ ما رأيته بعيني في الأطفال الذين قرأوا تلك القصص، وهم أقرب الناس إلي، أخوتي وجيراني. ماذا رأيت؟ منهم من رفض أن يكملها، ومنهم من قرأها كاملة ثم ندم على قراءتها، ومنهم من رأيت الاضطراب والخوف على وجهه أثناء قراءتها. هذا ما رأيته، وقد يكون هناك أخطر منه لم أستطع أن أراه. لذا اتخذت قراري بسحب جميع النسخ، وتمنيت لو أني أستطيع أن أعتذر لكل طفل قرأ قصة من تلك القصص الثلاث. أنا غير مصدقة ما أسمع. حين أخبروني أنك تريد رؤيتي تصورت أنك علمت بأمر البرنامج.
فقد أعددت برنامج أنا ومجموعة من المتخصصين لكشف أخطار قصصك. توقعت أو تصورت أنك جئت متحديا لتعرض وجهة نظرك. لا يصح إلا الصحيح. نعم، أنا سعيدة جدا بما حدث لك من تغيير وتطور، وسعادتي ستكون أكبر عندما نكسبك كاتبا معنا في المجلة حين توظف موهبتك الفنية لخدمة أبناء أمتك. وقد حاولت وأتمنى أن تحظى محاولتي هذه بالقبول. الحب ينبت الزهور، ما أجمله من عنوان. أتمنى أن يحظى مضمون هذه القصة بمثل هذا الرضا. الخطاب يقرأ من عنوانه. أرجو أن أكون بهذه القصة قد تداركت خطأي. نعم، وبقي دور أبنائي، يجب أن ينتبهوا ويدققوا قبل أن يختاروا ما يقرؤون. كل مراد بالعقل ونبلغ كل مراد.